للكبة اللبنية رح نحتاج لكيلو كبة مقلية من شيش برك، كيلو لبن، باكيت جميد شعبان، معلقتين كبار نشا، 5 سنون من الثوم المدقوق، ربع كوب من النعنع المفروم الناعم. خلود عم بتساعدني بتقلي معي الكبة. بس أنا بدي أسألك سؤال، بجوز أستعجل بالوصفة. قولي لي القدحة، بتعرفي القدحة بتاعت الكبة باللبنية، الكبه اللبنيه هاي كيف بتقدحي لها؟ يعني توم بتقليها؟ لانه في ناس بيقلوها وفي ناس بحطوها زي ما هي طازه فريش. شو وراكي اليوم معي على الهواء؟ ولا شيء. الطبخه عليكي. توم علي والطبخه علي والاكل عليكي وكل شيء عليكي والاكل عليكي. انا عندي هون كيلو من اللبن، تقدروا تستخدموا كيلو من اللبن الرايب، تقدروا تستخدموا جميد، تقدروا تستخدموا لبن مخيط، النوع اللي بتحبوه. هي الوصفة الأساسية الأصلية هي لبن رايب، بس أنا صراحة ما بحبش كتير نكهة اللبن رايب، أو ما بلبق لنا إحنا لأنه متعودين على الجميد. صح. فأنا رح أستخدم مع اللبن باكيت من جميد شعبان. استخدمي لأنه كتير طعمه زاكي، صح، وبغير الطعم النكهة امتياز، مش مزح يعني. والله هلا فكرونا بنعمل دعاية، عن جد حموضته صح، حتى الملح تبعه صح. انا خليتها تجرب الصراحه. بدكم جميل، اعطتني باكيت وهالمناسبه طولينا طولينا الكبه. بدي اقولها احنا جميل شعبان اخذ عقلنا. تمام. ما بتثقي فيي بالمطبخ؟ لا والله، هي بدي اخليك تطبخي الطبخه. بحسك هيك بتضلك قلقانه متوتره. لا، عشان كله اندر كنترول حبيبتي. اوكي، متاكده انا بس ترجع احكي. لا، تعليمك امتياز. ولا 14 سنه خدمه في ثانوي. طيب احنا بنقلي الكبه، حطينا هون عندنا اللبن وحطينا عليهم الجميد، بدنا نحط تقريبا معلقتين كبار من النشا. تمام. وعندي مكعب مرق. نحطهم؟ يلا حطيهم، بس بدك ديري بالك عشان زيت حامي. فداكي امتياز. لا لا لا، عن جد ديري بالك. مش مسحه يعني. ايوه. لا خلص. بدنا نضل نحرك اللبن مع النشا والجميد لحتى يغلي عندنا القوام. اوريدي عم نقلي هذا الكبه. شوفوا انتم بالبيت لما تجيبوا كبه جاهزه وين بنلاقيها؟ كل منتجات شيش برك، اللي هي سواء كان اللي حاب بكره يعمل على الغداء شيش برك بالجميد بتشهي، اللي حاب ياكل اليوم شيء سناك سريع ياخذ اصابع البطاطا، واللي حاب بكره يعمل كبه سواء كانت مقليه او سواء لبنيه، وراح اعمل لكم اياها بوصفات جديده انا على فكره الكبه، بس اعطوني مجال ابتكر. بتلاقوهم بكوزمو، بكارفور، بسي تاون، بكل السوبر ماركتات الكبيرة، واسعارهم كثير معقوله وفي متناول الايدي. هلا هون بس تشوفوا هيك صحن، والله بتعرفي انا بحب دائما العزايم يكون فيها صحن مقبلات زي المنتجات شيش برك. بالضبط. طبعا. فبدل ما تعجقوا حالكم، صح؟ هم عندهم انت قلتي الكبه، وايش كمان قلتي عندهم؟ عندنا الكبه الستكس اللي هم المحشيين. خلينا نورجيهم اياها. خلينا نورجيهم اياها. اصابع الجبنه. بالضبط، عندنا هي شايفينها كيف؟ اصابع البطاطا بالجبنه التشيدر. زاكي كثير. بنضلنا نحرك على درجه معينه من السرعه، في ناس بحطوا بالخلاط. لا، انا ما تحركي بسرعه عادي، انا بتعرفي امبارح حدا بيسالني بيقول لي ضروري نحرك بسرعه عشان ما يفرط. لا بحس. اي شيء بتحطوا فيه جميد، جميد بيمسك اللبن، ما في داعي. طيب. شوفوا لي هالكبه ما احلاها. وما تحطيه بالخلاط؟ ولا خلاط ولا شيء، انت هيك عملتي؟ لا لا. ما بحب، مش بحاجه. انا قاعده وكانت هيك بتحرك بطيء يعني. بطيء. بتعرفي ليش بطيء؟ عشان يغلي بسرعه. انا قصدي تحرك بسرعه بسرعه بسرعه. هاي اللبن. وصح، من وين جايبينها؟